رياكشن على هوم سينما. ده هيكون اخر تريلر رياكشن النهارده. احنا صورنا تقريبا بتاع حبه تريلرز يعني حبه تريلرز رياكشن بالعبيط، يعني اللي هو يكفونا شهر قدام او شهرين قدام. ما زي ما كنت بقول لكم في اول تريلر رياكشن انا عملته، حرفيا التريلرز عماله بتهل علينا وبتنزل علينا تريلرز بالعبيط، والافلام كلها طبعا مع الاسف بتتاجل. طب احنا بنعمل تريلر رياكشن ليه؟ يعني عايزين نتفرج يعني على التريلرز اللي احنا بنعمل لها رياكشن، فين الفيلم بقى؟ كله بيتاجل. اي حاجه 2021 عاملين عامل بالظبط زي موضوع زي المصريين لما العيد بيجي، اي حاجه بعد العيد. طب مش عارف ايه، لا بعد العيد، خليها بعد العيد. هو ده بنفس الحوار بالظبط. التريلر نزل، لا السنه الجايه ان شاء الله، مش المفروض مكتوب 2020، لا السنه الجايه. اي حاجه 2021، يعني تقريبا احنا 2021 مش هننزل من البيت تقريبا، افلام ومسلسلات ومش عارف ايه. يعني الفيلم اللي معانا النهارده اللي هنعمله تريلر رياكشن هو كان اسمه الخطه العايمه. كان اسمه الاول الخطه العاميه وبعد كده غيروا اسمه الخطه العايمه، مش فاهم ايه الفكره من العاميه للعايمه. ما علينا، يعني الفيلم هيبقى فيه معانا علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وده الحاجه الوحيده اللي انا متحمسها اللي انا اعمل لها تريلر رياكشن. عمرو عبد الجليل يعني انا اللي خلاني اعمل تريلر رياكشن للفيلم ده هو عمرو عبد الجليل حرفيا. بصراحه مستغرب ان عمرو عبد الجليل وافق ان هو يعمل دور في فيلم زي ده بصراحه، يعني مش عارف. وابتديت يعني اللي هو مش عارف اقول ايه، يعني ازاي علي ربيع بطل فيلم وعمرو عبد الجليل دور سبورتنج رول؟ فانا مش عارف، يعني لو هنيجي نقارن الكوميديا بتاعت علي ربيع والكوميديا بتاعت عمرو عبد الجليل، يعني مش عارف، ما فيش فرق اساسا. يعني ايدي طلعت من الكادر، الله اعلم. فخلينا نتفرج على تريلر، يمكن التريلر يغير مفهومي شويه عن الكوميديا بتاعت علي ربيع، على الرغم ان انا مش عارف. يعني انا لو الفيلم ده لو ما كانش فيه علي ربيع وكان هيبقى محمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل بس، ضحك من هنا للسنه الجايه، او ممكن بدل بدل علي ربيع يبقى حمدي مثلا، حمدي المرغني او مصطفى خاطر، يعني هيبقى احسن برضو. انا شايف بالنسبه لي يعني ما اشوفش التريلر، هشوف التريلر وهقرر. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. الخزنه دي فيها ورق يهمني قوي يا جلال. هتدربي اتنين زي عمر هيسرقوا بقى. تعالى بقى لو سمحت، محتاج حضرتك تساعديني. يا انا ايه يابا؟ يا ماما انت بتتوح ليه كده؟ احنا في مركب. نزل بالحلو امتى؟ بعد الوحش. هوبا دلوقتي جاب الحلو الاول. حذفت من هنا. انا بقول لك حاول تمسكها. لا هاتوا كلب بقى. السلاح اغربل الطريق، ادك البنك ده اخد الفلوس. اكتر حاجه خايفين منها انها تحصل النهارده، ان النهارده يبقى جمعه والبنك يبقى ايه. اوكي، يعني انا يعني دايما انا لما كنت بقول حاجه تطلع صح، يعني عمرو عبد الجليل حرفيا طلع قال في واحد في التريلر كله بكل افات علي ربيع في التريلر كله. يعني علي ربيع طلع قال كميه افهات سخيفه مش طبيعيه في التريلر. سبحان الله، عمرو عبد الجليل طلع قال افيه واحد غطى على كل الافات اللي قالها علي ربيع. الافيه الاخير بتاع محمد عبد الرحمن برده، ده برده حلو عجبني، اللي هو اتمنى النهارده يبقى الجمعه عشان يبقى البنك قافل. حلو الافيه ده، مش وحش. علي ربيع يا جماعه يعني ازاي كوميدي؟ يعني ازاي؟ يعني انا بجد انا مستغرب ازاي الناس بتضحك على علي ربيع. الكوميديا بتاعت علي ربيع ازاي الناس بتضحك عليها؟ ايه الفاني اللي بيقدمه؟ مفيش اي حاجه يعني بجد حقيقي، مش بيضحك خالص. يعني مش عارف الناس بتحبه على ايه بجد، ما اعرف. يعني انا حرفيا الحاجه الوحيده اللي عجبتني علي ربيع عملها وفعلا بجد ضحكتني كان مسلسل لهفه بس. غير كده ما عجبنيش اي حاجه تانية اقدمها، سواء مسرح مصر او اي مسلسل عمله تاني او اي فيلم عمله تاني من اللي انا شفتهم، ما عجبنيش الكوميديا بتاعته. يعني الحاجه الوحيده اللي عجبتني بجد كانت لهفه. المسلسل اللي كان طالع فيه في لهفه كان بجد دمه خفيف. اي حاجه جه بقى بعد كده بصراحه ما عجبنيش. يعني انا واكون صريح معاكم، ما اعرفش الفيلم ده هخشه ولا لا، بس انا لو يعني فكرت ان انا هخش عشان خاطر عمرو عبد الجليل مش اكتر يعني. وبس، ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن الفيلم. نسبه ترقبي بصراحه مش عارف، 5/10 برضو. على فكره عايز اقول حاجه، وانا بتفرج على التريلر ده حاسس ان الفيلم ده متاخد من فيلم هندي. كان فيلم اسمه ايه؟ ارخا ايه اسمه، انكرا ولا اخ انكرا اركا حاجه زي كده. مش عشان انا مش شاطر قوي في الافلام الهندي واسامي الافلام الهندي في الافلام، فمش متذكر اساميهم. بس كان فيلم الاميتاب باتشان،
انا على ما اعتقد الفيلم ده كان متاخد من فيلم هندي لأميتاب باتشان، بس فيلم قديم قديم قوي كمان. انت بتتكلم في حوالي اكتر فيلم بقاله اكتر من 10 سنين مثلا ولا حاجه، اكتر من 10 سنين على ما اعتقد، بقاله اكتر من 10 15 سنه. أرقى حاجه زي كده، مش متذكر الاسم يعني. اللي متذكر الاسم او اللي حاسس ان هو فيلم فعلا متاخد من فيلم هندي يكتب لي في الكومنتس. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن الفيلم. هينزل يوم 6 اكتوبر للناس اللي منتظره الفيلم، يعني هاف فن براحتكم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. وما تنسوش برضو تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام، ولو حابين تدعموا القناه دي ماديا هسيب لكم اللينك بتاع باتريون وباي بال في الديسكربشن. باي باي.